طبعا ايه بقى خبر يبدا يهز ارجاء السوشيال ميديا اللي هو متعلق بان هناك هزه ارضيه في الاقصر، وتبدا السوشيال ميديا بقى ايه هتشتغل على انه يا خبر ابيض الحق ده المعابد الاثار مش عارف تهتز ايه اللي هيحصل، هل هنفقد هذه الثروه العظيمه الموجوده في الاقصر وما الى ذلك. انا ما بحبش الشكوك، انا احب اليقين، فقطعا وقتلا وطعنا لاي شك بيقين. خلينا ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بك يا دكتور جاد. مساء الخير استاذ، مساء الفل، ازي حضرتك؟ يا رب كل حاجه تبقى كويسه. موضوع الهزه الارضيه في الاقصر ده يعني عباره عن ايه وتاثيراته ايه يعني؟ طيب، اولا احنا عارفين ان نهر النيل عباره عن ممر مائي ماشي داخل تراكيب جيولوجيه في فوالق وفي صدوع، وده طبعا من الاف السنين. ما بين الحين والاخر بيحصل حركات تكتونيه اللي بتسبب زلازل، معظمها يمكن اكثر من 90% منها لا يشعر به المواطنين ولا يحدث اي اضرار منه، باستثناء بعض الحالات زي زلزال النهارده بيكون أول درجات الزلازل المتوسطة يشعر به المواطنين، والحمد لله ما بيكونش ليه أي خسائر أو تبعات. يعني من يومين كان عندنا في زلزال مشابه في منطقة بني سويف ولم يكن له أي تأثير ولم يشعر به المواطنين. من أسبوعين أو ثلاثة كان في حاجة في سوهاج وأيضا لم يشعر به المواطنين ولم يكن له أي تأثير، ودي ظاهرة جيولوجيا بتكون يعني ظاهرة طبيعية تماما وليس لها تداعيات على المدى البعيد أو القصير على المواطنين ولا المناطق السكانية اللي عايشين فيها. طيب، زي ما قرينا أنه هذا الزلزال أو هذه الهزة درجتها 4.5 على مقياس ريختر، إمتى تبقى الهزة يعني تخلينا نشعر بقلق؟ يعني هو في عوامل كتيرة، منها مش بس قوة الهزة، المنطقة اللي بيحدث فيها الهزة، طبيعة المباني، تعامل السكان. فطبعا هزه من هذه القوه ليس لها اي تاثير كبير، وخاصه اذا ما قلت حضرتك منطقه وادي النيل من المناطق الثابته الى حد ما جيولوجيا ومن غير متوقع اي تداعيات كبيره عليها. يمكن وقت حدوث الهزه كان في تواصل ما بين المعهد وعدد من المسؤولين على راسهم معالي اللواء محافظ اسوان ومكتب محافظ الاقصر، بالإضافة طبعا التواصل المستمر مع زملائنا في وزارة السياحة والآثار، واطمنا وتأكدنا أن مفيش أي آثار سلبية لا على المناطق الأثرية ولا على المنشآت المدنية الموجودة في الحيز العمراني لمركز زلزال اللي هو جنوب شرق الأقصر أو قريب من إسنا وإدفو. هل في هناك أي سبب غير طبيعي لهذه الهزات في جنوب البلاد؟ لا اطلاقا اطلاقا، واي كلام يصار عن هذا الموضوع ارتباطه بسد النهضه بسد العالي كلام عاري تماما عن الصحه. ده كلام بعيد تماما عن الصحه، عاري تماما من الصحه، لا اساس علمي له على الاطلاق. تماما تماما يعني. طيب، انا اشكرك جدا يا دكتور جاد، كل الشكر ليك دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.